إشراقات برنامج حواري يتناول مواضيع دينية متنوعة ويجيب على تساؤلاتكم واستفساراتكم بخصوص القضايا الفقهية وفق المذهب المالكي. إشراقات إعداد وتقديم الأستاذ عبد اللطيف الهاري، إخراج عبد الكريم ميران. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم إشراقات، برنامج إشراقات الذي من خلاله نستضيف فضيلة الأستاذ والفقيه سيدي عبد الله بن طاهر السوسي. مرحبا بك. مرحبا أستاذي الكريم. تفضلتم أستاذي الكريم في الحلقة الأولى بالإجابة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة برؤية الهلال ومسألة النية ومسألة وتوقفنا عند نقطة السفر في رمضان كعذر من الأعذار المبيحة للإفطار نهار رمضان. اليوم سنواصل الحديث عن الأعذار ومع عذر المرض. ما هو المرض الحقيقي المجيز للإفطار نهار رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه ورشده، وبعد، في البداية أشكركم مرة أخرى على إتاحة الفرصة للقائي مع الأحباب والمتتبعين لهذه القناة المباركة في مجال الفقه الإسلامي وخصوصا فقه الصيام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة للأعراض أو الأعذار المبيحة للصيام، يوجد في الإسلام شيء جميل وشيء جليل، وهو أنه يعطينا الأحكام تسمى عزيمة، فريضة في البداية، وهذه العزيمة عند أدائها قد يقع للبعض نوع من المشقة، وبسبب هذه المشقة، بسبب هذه الأعذار، أعطانا الإسلام الجزء الثاني في هذه الأحكام أو الدرجة الثانية تسمى الرخصة. الرخصة، إذن هناك عزيمة وهناك رخصة. هناك عزيمة وهناك رخصة، وهذه الرخصة لا يمكن أن نلتجئ إليها إلا لأسباب ليست هي الأصل. الأصل هو أن أذهب للعزيمة مباشرة، وإذا تعذر أداء العزيمة على وجهها الأكمل ننزله إلى مرتبة الرخصة. وهذا موجود في كل أحكام الإسلام، وهذا من يسر وسماحة هذا الدين الإسلامي، من يسر الإسلام وسماحة الإسلام والدين السامح. حينما نقول الدين السامح، هذا مظهر من مظاهر يسر الإسلام. الإسلام، نعم. حينما نأتي للمرض وعلاقته بالصيام، حينما نجده على ثلاثة أنواع. نعم. إذا المرض هنا على ثلاثة أنواع. باعتبار الصيام. نعم. علاقته بالصيام. وعلاقته بالصيام. هناك مرض لا علاقة له بالصيام ولا يؤثر ولا يتأثر بالصيام. نعم. مثلا الإنسان مريض في أصبوعه، عنده واحد المشكل في الأصبوع دياله، جرح مثلا، جرح ولا درجع العملية في الأصبوع دياله، ولكن هذا لا يؤثر في صيامه ولا يتأثر هذا المرض بالصيام. نعم. هذا مثله مثل الصحيح. نعم. يجب عليه أن يصوم وأن يأخذ بالعزيمة، لا يوجد عنده سبب للنزول إلى الرخصة. إلى الرخصة. هذا مثال أسبوع الرجل مثلا، قد يكون أذن مثلا، قد يكون أي موقع في الجسد مريض لا يتأثر بالصيام، مرض في الجلد مثلا، مرض يعني لا يزداد هذا المرض بالصيام ولا يصل، نعم، لا يتأثر بالصيام ولا تصل مشقة للصائم بسببه. هذا مثله مثل الصحيح. وهناك النوع الثاني بالنسبة للمرهم، لا يؤثر لأنه وضعته في الأسبوع، في الأسبوع، نعم، ولا يصل إلى الجوف، هذا دواء، هذا علاج. نعم. وهناك النوع الثاني من المرض، هو مرض لا يستطيع الإنسان معه الصيام ولكن يرجى شفاؤه. نعم. يرجى شفاؤه، هو مريض وقالوا الأطباء هذا المرض راه سيذهب ويرجو الشفاء وكذا، ولكن لا يستطيع معه الصيام. هذا يتبع وصفة الطبيب. نعم. عنده مرض استثنائي مثلا، يعني مرض استثنائي مؤقت. عملية جراحية وأي مرض، مرض مؤقت، أي مرض له بداية وله نهاية، ليس مزمن وليس مستمر ودائم،
هذا يسميه الفقهاء مرض يرجى شفاؤه. نعم. مرض يرجى شفاؤه. هذا الإنسان يتبع الطبيب، فإذا قال له الطبيب لا تصوم يجب عليه أن يتبع الطبيب. هنا الفقيه يجب أن يقف عند حده في هذه المسألة الفقهية. حينما دائما أنا أقول حينما تتعلق المسائل الفقهية بصحة الإنسان يجب أن تبنى فتوى الفقيه على وصفة الطبيب. يعني ماذا يقع لنا نحن الفقهاء حينما نسأل مثلا عن مسألة صحية؟ نذهب إلى كتب الفقه الذي اعتمد فيها فقهاء القرون الماضية على ما توفر لديه من الطب، من الإمكانيات الإمكانيات الموجودة في الطب حينئذ، فنأخذ قول فقيه معين ثم نسقطه على الحال. هذا الأمر خطأ. هذا خطأ. دائما أنا أقول بالنسبة للمرأة في العادة الشهرية، بالنسبة للمواد الغذائية، بالنسبة للماء الملوث وغير الملوث كذا، نقول عندنا المختبرات لابد أن نبني أحكام فقهنا اليوم على ما توفر لدينا من العلم. نعم. حتى لا نعيش بفتاوانا في واقع غير واقع. لأن الفتوى تتجدد. ولذلك هذا المريض إذا قال له الطبيب الصيام يضر بك، يعني الفقيه يجب أن يقول مثل ما قال الطبيب. نعم. وهذا المريض يجوز له أن يفطر، ولكن إذا فات رمضان وجاءه الشفاء يقضي ما فاته ولا فدية عليه. نعم. يعني يقضي فقط الأيام التي يقضي الأي عليه القضاء التي أفطر فيها. أفطر فيها ولا شيء عليه غير القضاء. نعم. غير القضاء. لأنه كان له عذر في الإفطار نهار رمضان. هو المرض. والمذهب المالكي يقيس على المريض الذي يرجى شفاؤه المرأة الحامل. المرأة الحامل بمنزلة المريض الذي يرجى شفاؤه، لأنها يرجى أن تضع حملها وتستطيع الصيام بعد ذلك، ولذلك فالمرأة الحامل إذا قال لها الطبيب الصيام يضر بك أو يضر بالحمل والجنين في بطنك تفطر ثم بعد ذلك بعد أن تضع حملها ويزول عذرها تقضي فقط ولا فدية عليها غير القضاء. إذن هذه يتعلق بالحكم بالمرأة الحامل. الحامل والمريض الذي يرجى شفاؤه. باعتبار أن الحمل اعتبره الفقهاء بمثابة مرض. مرض يرجى شفاؤه. له حكم، يعني لم يعتبر مرض ولكن حكم له حكم المرض الذي يرجى شفاؤه. نعم. هذا النوع الثاني. عندنا النوع الثالث وهو المريض الذي لا يرجى شفاؤه. المريض مرض مزمن مستمر دائم. وفي حكمه أيضا ويقاس عليها الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. نعم. لأن العمر لا يمكن أن يرجع إلى الشباب مرة أخرى. نعم. من فات شبابه فات صحته خلص. نعم. إذن هذا المريض الذي لا يرجى شفاؤه يتبع خطة الطبيب ووصفة الطبيب. إذا قال له الطبيب الصيام يضر بك يجب أن يعلم المريض هذه. إذا قال الطبيب الصيام يضر بصحتك فالصيام في حقه حرام. حرام شرعا. ونجد في المجتمع الكثير من الناس الآن لمرضى مرض مزمن بحال مثلا السكري مثلا، كيلقوا الأبناء ديالهم مشكل مع والديهم مثلا، سينصحوا باش أنهم ما يصوموش بناء على وصفة الطبيب أو رأي الطبيب، لكن ذاك الشيخ أو ذاك الوالد مثلا الكبير أو المرأة كتجاحد مع ولدها مثلا وكتقول لا أنا ما يمكنش لي ينتهك حرمة رمضان، أنا غادي نصوم لأن الطبيب ما كيعرف الوالو مثلا. هذا مشكلة عندنا حينما نأخذ الدين بالعاطفة دون العقل. نعم. والعاطفة عاصفة. العاطفة عاصفة والعقل قيدها. جميل. حينما نأخذ مثلا الدين بالعاطفة بهذا الشكل، لا حواء، أنا شيخ كبير ودوزت العمر ديالي في الدين وجين في نهاية المطاف نفطر والناس صايمين وخا نموت فيها. هذا ما يقع. هذا يجب أن يعلم هذا الشيخ، يخصو يعرف ندرجه في هذه المسألة. هذا الشيخ الكبير أو هذا المريض بالسكري يخصو يعرف أنه إذا صام
وقع في الحرام. وقع في الحرام. والمرض السكري ما معاهش اللعب. لان المرض السكري كيضرب الاجهزه اخرى. كاين اللي كيقول لك انا نجرب، كاين بعض الفقهاء دابا كيقول طبيب كيقول لهذا المريض بمرض السكري لا تصوم، وكيجي واحد الفقيه بحالي مثلا كيقول ليه لا خصك تجرب. هذا راه خطأ من الفقيه. اشنو قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين افتوا المجروح في راسه؟ الصحابي تجرح في راس ديالو وعليه الجنابه، وقالوا له بعض الصحابه يجب عليك ان تغتسل، فاغتسل فمات. فمات نعم. اشنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه، قتلهم الله. قتلوه بماذا؟ بالجهل، بالفتوى. الفتوى نعم، قتلوه بالفتوى، فتوى بدون علم، فتوى بدون علم. اذا هنا الفقيه يمسك ويجبد الخيط ديالو حتى يشوف ماذا قال الطبيب، ما يقولش سير تجرب. يجب على المريض الذي لا يستطيع الصيام ان ياخذ بوصفه الطبيب، ويجب على الفقيه الذي يفتي ان يبني فتواه على وصفه الطبيب. طبيب. لان مثلا لا يقول بعض من الفقهاء كيجي عنده مثلا شي واحد ومريض مثلا بالسكري وتيقول له واش ممكن نصوم ولا نفطر، تيقول له شنو قال لك الطبيب؟ تيقول له ودي قال لي ما تصومش. الفقيه هنا بعض المرات كيبغي يدير اجتهاد، تيقول له لا خصك تجرب مثلا. ما رايك في هذه المساله هذه؟ هذا يعني انا كنقول انا فقيه، حينما اتبنى مثل هذا الفكره هذه وهذا القول هذا، اكون قد اعتديت على حدودي ودخلت في مجال اخر، في مجال اخر. ان هذا ممكن يسبب مشكل الجواب إيه، لانه التجربه يعني عندي بعض الحالات مثلا انسان صام بيجرب ومشى له البصر بمرض السكري. نعم خطير. ومشات له الكلية لأن مرض السكري خطير، من اللي غيضرب لا يستأذن. نعم. كيقول لك تجرب وإلا كيقول لك جمع راسك، أنا جاي الكلية ديالك، أنا جاي البصر ديالك، ما كاينش. نعم. يعني كتجي الضربة مرة. نعم. وإلا مشى البصر راه ما يرجع بالسكر. نعم. وإلا مشات الكلية والإنسان كيصفي راه ما يرجع باقي. نعم. إذا ما عندناش هنا تجرب. إذا ما دام الطبيب درس حالة المريض بالتحليلات وبجميع المسائل، كيقول لي سير دير التحليلات وجاب لي التحليلات ودار الحسابات ديالو كيعرفها هو، حنا ما كنعرفوهاش، ماشي تخصص ديالنا. وقال لي الطبيب لا تصوم، خص الفقيه يقول ليه اشنو قال لك الطبيب؟ ما تصومش. وهنا نعاودوا ننبهوا على أن الناس اللي عندهم مشكل ديال السكري وقال لهم الطبيب ديالهم ما تصوموش، ما خصهمش يصوموا. نعم. إلا خالفوا هذا الأمر ارتكبوا حرام. خصنا نعرفوا باللي وإذا مشات توقعات شي حاجه لهم فانا كيتحملوا المسؤوليه. كيتحملوا المسؤوليه لان الصحه امانه عندي. يعني ممكن البصر عندي امانه. ممكن يوقعوا في ديك القضيه ديال قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. نعم. اعطاني الله سبحانه وتعالى الصحه، ما خصش نديها لشي واحد المكان واخا الدين اللي تمشي ليا في هذه الصحه. نعم. وهنا المريض يعني كتبقى النية ديالو، الله سبحانه وتعالى سيجازيه على قدر نيته. هذه قاعدة عامة وموجودة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح. نعم. يقول أي إنسان مريض يعمل عملا ومنعه عنه مرضه، فالله سبحانه وتعالى يعطيه الجزاء مثل ما كان يعمل. نعم. يعني سبحان الله، هذا من عطاء هذا الدين. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. نعم. لم يعملها لأعذار ولأسباب. نعم. إذن حينما نستهدف الجزاء والتواب وغفران الذنوب عند الله سبحانه وتعالى هو موجود. نعم. ليس من الضروري أن أهلك نفسي حتى أصل إليه. نعم. إذن هنا النية تكفي الإنسان لك عن مريض، الله سبحانه وتعالى غادي يعطيه كما قلت سيدي الكريم الجزاء اللي كان غادي يعطيهم لو أنهم صاموا في ذلك. وأكثر من ذلك اليوم. الإسلام جعل له البديل. يعني لما قدرش هذا المريض الذي لا يستطيع أن يصوم، مرض مزمن دائم مستمر ومثله الشيخ الكبير، هو الذي يفدي عن كل يوم، يعطي الفدية. يعني كيخرج فدية. كيخرج فدية عن كل يوم. واش هاد الفدية واجبة أو لا مستحبة؟ لا، هي واجب، فدية مستحبة. بالنسبة للشيخ المريض، بالنسبة للشيخ الكبير والمريض مرض مزمن الذي لا يرجى شفاؤه، في حقه مستحبة وليست بواجبة. ليست واجبة. لا تجب إلا في اثنين.
الفدية حتى نعلم هذه المسألة لا تجب إلا في اثنين: المفرط في رمضان عليه قضاء رمضان ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، هذا تجب يجب عليه القضاء مع الفدية. نعم، غادي نجيو نجيو لهذه المسألة ديال الفدية والقضاء نكملوا هذه المسألة ديال المرض. وغير هذه المسألة دابا باش نحسموها، أن الإنسان المريض مرضا مزمنا أي لا يرجى شفاؤه، هذا المرض غادي معاه على طول الزمن طول حياته، هذا يفطر وجوبا وجوبا يفطر ولا فدية عليه، ولكن يستحب له يستحب إن أراد. لا نقول لا فدية عليه، يستحب يستحب له يستحب له الفدية. نعم. يستحب له الفدية. نعم. ومثله الشيخ الكبير، ومثله الهاري. الشيخ الكبير يعني بالنسبة للشيخ الكبير هو على نوعين. نعم. كاين الشيخ الكبير اللي بعقله يعني يعرف يصلي، يعرف ماذا يخرج، يعني يعرف ولكن لا يستطيع الصيام. نعم. وكاين الشيخ الكبير المصاب بأرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أو ما يسمى اليوم بالزهايمر. الزهايمر. نعم. لا ما كيعرف حتى حاجة. هذا الشيخ الكبير اللي ما عندوش العقل لا يجب عليه شيء، لا صيام لا صلاة لا فدية، خلاص، لأن كل تكليف بشرطه بشرط العقل، وكل تكليف بشرط العقل. نعم. كل تكليف بشرط العقل. أما الشيخ الآخر، أما الشيخ الآخر الذي بعقله، هذا يستحب في حقه الفدية. الفدية لأنه لا يقوى على الصيام. لا يقوى على الصيام، ويجب عليه أن يفطر وجوبا شرعيا. نعم. بناء على وصفة الطبيب. وصفة الطبيب. الطبيب الذي درس الحالة من خلال التحليلات فأعطى هذه الوصفة وأعطى هذه الأوامر. نعم. نعم. نعم، دائما في مجال الطب ورمضان نتحدث، أو السائلون يسألون عن مسألة وضع قطرة العين والأذن وما يسمى بالتقطيرة، يعني الناس اللي كيديروا التقطيرة في نهار رمضان لأن عندهم وصفة فيها مثلا ثلاثة المرات في النهار، واش هاد القطرة أو ما يسمى بالتقطيرة ديال العينين أو لا ديال الأذن، واش تفطر في نهار رمضان؟ حتى نضع هذه المسألة وهذا السؤال في إطار المذهب المالكي. نعم. أصل هذا، أصل الخلاف الموجود في تقطيرات العين وتقطيرات الأذن ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا استنشقت الماء من خلال الأنف فبالغ إلا أن تكون صائما. نعم، هذا في مسألة الوضوء. في مسألة الوضوء، هذا الاستثناء اللي داره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا استثنى الصيام؟ قال المالكية: هذا يدل على أن الماء إذا مر من خلال الأنف إلى العنق يفسد الصيام، ولذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام إلا أن تكون صائما. مبالغة في الاستنشاق إلا في حالة الصيام. إلا في حالة الصيام، ما دام استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة الصيام، إذن هنا الصيام يفسد بالاستنشاق المبالغ فيه حتى وصل إلى العنق. والمالكية قالوا لماذا؟ لأن للأنف ممر إلى الجوف، وتأكد طبيا أن للعين عروق لها علاقة بالجوف أيضا. نعم. وكذلك بالنسبة للأذن، بدليل أن الإنسان يستعمل الدواء في أذنه فيشعر بحرارة ومرارة هذا الدواء في عنق في حلقه. في الحلق. نعم. وكذلك بالنسبة للعين. نعم. إذن هناك رابط، قناة ما بين العين، ما بين العين والعنق، وما بين الأذن والعنق مثل الأنف تماما. نعم. ولذلك المالكية قاسوا العين والأذن على الأنف على الاستنشاق في الوضوء، على الاستنشاق، فقالوا إذا استعمل الإنسان الدواء عن طريق أنفه أو عن طريق أذنه أو عن طريق بصره فشعر وأحس بمرارته في عنقه يرد ذلك اليوم، يعني عليه القضاء فقط ذلك اليوم. عليه القضاء فقط، يعني ولا كفارة عليه. يعني إذن هذه المسألة هذه باش نوضحها أكثر، تقطيرة ديال العين أو لا ديال الأذن إلى وضعها الإنسان نهار رمضان ووجد لذلك مرارة في حلقه فإنه يعتبر ذلك إفطارا، يجب عليه بالتالي يقضي ذلك اليوم بعد رمضان. هناك تفصيل، هناك نعم. تفصيل، حتى لأن حينما نقول مرض مزمن، مرض مزمن، كاين الإنسان اللي عنده ذاك مرض العين لابد أن يستعمل ثلاث مرات ونهارا، عنده التنصيو ديال العين لابد أن يستعمل هذا العلاج، هذا الدواء. هذا دائما الحاجة إذا تجاوزت عن حدها الفقه الإسلامي يتجاوزها.
نعم. مثلا أعطيك مثال، حينما نأتي إلى سلس الإنسان فيه سلس البول مثلا أو الرحم، سلس البول إذا قل فهو من مبطلات الوضوء، ولكن إذا كثر معفو عنه. نعم. وكذلك هنا إذا كان الإنسان يستعمل هذا العلاج يوميا وتقول له صيامك باطل إذا شعر بمرارة في حلقه متى يقضي؟ إذا خارج رمضان يستعمل هذا الدواء، هذا يسمى مرض مزمن. إذا هذا مرض مزمن يعني يتجاوزه الفقه، يعني لا يؤثر في الصيام في هذه الحالة. ولكن إذا كان الإنسان يستعمل هذا الدواء مرتان مثلا في رمضان ولا مرتين وشعر وأحس بمرارة في حلقه، حينئذ نقول له عليك القضاء. مثال آخر كيجيبوه الفقهاء اللي خدم في الطاحونة، المطحنه ديال الدقيق كيهز دقيق وكيعبر الدقيق، هذا راه نص خبزه كياكلها بالنهار يستنشقها بانفه وبفمه وباذنه وب يعني لا هل نقول فسد صيامه؟ لا. لا نعم، هذا يسمى بغبار صانعين. نعم. بغبار صانعين. نعم. دائما الشيء اذا تجاوز عن الحد مبقاش لا يبقى له الحكم الفقهي. الفقه يتجاوزه. نعم نعم. ويجاله ضمن لا حرج. نعم. ومثل قطره العين والاذن او ما يسمى بالتقطيره، مساله بخاخ نفسه الربو نفسه كيستعملوا للدقه، يعني بعض الفقهاء يفصلون بين البخاخ الغازي والبخاخ المادي اللي فيه الماء. نعم. كيقول لك لأن الماء ممكن ينزل أو البخاخ الذي ينزل إلى المعدة والبخاخ الذي يذهب إلى الرئة. نعم. وهذا الفارق في المذهب المالكي لا معنى له. لا معنى له. علاش لا معنى له؟ لأن المذهب المالكي يعتبر أن الصيام قد فسد بمجرد الدخول إلى الشيء إلى الجوف، الجوف سواء دخل إلى المعدة أو دخل إلى الرئة أو أي مكان آخر. نعم. الدخول إلى الجوف. هناك من يربط في هذا العصر بين مثلا الغذاء وهذه الأدوية. المالكي المذهب المالكي يقول لو أن الإنسان يعني صرت الحصى حجرة صغيرة أو صرت درهم ودخل البطن ديالو راه أفسد صيامه، ولا غذاء فيه ولا معنى للغذاء فيه. إذا هنا دخول الشيء إلى الجوف في المذهب المالكي يفسد الصيام. نعم. هذا مذهب المالكية. دائما أقول مذهب المالكية، حينما أقول مذهب المالكية إذا هناك أقوال أخرى. نعم. لم نأخذ بها هنا لأننا نأخذ وفق المذهب المالكي. إذا بخاخ الرب بمعنى بخاخ الرب، إذا تجاوز الحلق هو له حكم. هل هو مزمن يستعمل كل يوم؟ اللي يستعمل مرة في 15 يوما، مرة في رمضان، مرة على حسب الحالة ديال المريض. إذا كان المريض يستعمله بقلة نقول له ذلك اليوم الذي استعملت فيه هذا البخاخ رد ذاك النهار. نعم. القضاء. نعم. ولكن إذا استعمله يوميا متى يرد؟ دونك هذا معفو عنه. إذا هذا يعني حينما تجاوز هذا الشيء بكثرته حتى فالفقه يتجاوزه رفعا للحرج عن الناس. نعم. ويقاس على هذا الذي خدم في الطاحونة. نعم. وغبار صانعين كما قال الإمام ابن عاشر. نعم. دائما في مجال الصحة ورمضان مسألة الإبر، يعني الإنسان اللي مريض مثلا بالحلاقم وكيمشي وخرج ليه مثلا الطبيب الإبرة باش يضربها في نهار رمضان، هل تفطر؟ الإبر الطبية وعلاقتها بالصيام على ثلاث أنواع. نعم. هناك إبر جلدية اللي كتدار في الجلد، اغلب التلقيحات ضد الامراض كتدار مجرد بالجلد. نعم. وهناك ابر عضليه تدخل الى في العضلات ولا تدخل الى الوريد. نعم. وهناك ابر وريديه تدخل الى الوريد، العروق مباشره الى القلب. نعم. بالنسبه للتلقيح الابر الجلديه والابر العضليه لا تفطر سواء كانت للإبر ديال الأنسولين وغيرها لا تفطر. نعم. بالنسبة للوريدية إذا كانت للغذاء تفطر، يعني مثل السيروم. إبر مغذية هناك إبر مغذية مثل الخنشة ديال السيروم مثلا يضعها الإنسان ممكن أن يعيش بها أيام ولا يشعر بالجوع. نعم. ولا العطش. نعم. إذن هذا غذاء. نعم. إذن هذا النوع من الإبر هو الذي يفطر.
الصيام هو الذي يفسد الصيام. أما غير ذلك من الإبر ولو كانت واردية لكن ليست مغذية فإنها لا تفطر. لا تفطر. شكرا لكم أستاذي الكريم على هذه التوضيحات وعلى هذه الإجابات. برنامج أو حلقة هذا اليوم وصلت إلى نهايتها. أشكركم جزيل الشكر وباسمكم أضرب للسادة المشاهدين موعدا آخر إن شاء الله مع حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج إشراقات. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إشراقات برنامج حواري يتناول مواضيع دينية متنوعة ويجيب على تساؤلاتكم واستفساراتكم بخصوص القضايا الفقهية وفق المذهب المالكي. إشراقات، إعداد وتقديم الأستاذ عبد اللطيف الهاري، إخراج عبد الكريم ميران.